اعلى فئه فيها نظام اضاءه اسمه فول ال اي دي سيستم. دي اول عربيه هاتشباك في العالم ينزل فيها نظام الاضاءه ده, وهي في مصر مش موجود غير في السيت لين وفي عربيه بس كمان مرسيدس الاس كلاس. يعني ده الفرق ما بين الدول العربيتين الوحيدين اللي فيهم التكنولوجي دي. طبعا عندنا طبعا لا اشهر عربيه لسيات هي الابيزا, واكتر عربيه بتحقق مبيعات في العالم لسيات هي الابيزا. احنا دلوقتي بقت متوفره عندنا الخمسه باب والكوبي, والابيزا طبعا سعرها 142 وعاملين عليها اوفر ديسكاونت 2000 جنيه, فبتبقى سعرها 140, والكوبي سعرها 148. اللين طبعا بتبدا دلوقتي ب 160 اول فئه, تاني فئه ب 173, وتالت فئه ب 188 900.